السلام عليكم، تحية حب واحترام لكل شخص يتابع الفيديو. حلقة جديدة نبتديها بالصلاة على محمد وآل محمد. سمعون صوت اخوان، سمعون صوت الازعاج. نعطي اكل وهذا ونرجع وياكم. هذا وكلته يسكت ما يسكت، والله يصيح هيك، ما يصيح يعيط، يعني مشكلة. هاي انا صوته شوية كلش مضايقني، يعني كلش مأذيني. هسه الفيديو يعني هي ساعة ونص ساعة تحملونا بيها، بس انا شلون؟ مشكلة هاي، ابا صوته وانا جاي، والله اذية هذا، يا الله. بس شفته هاي بعد خطية. فنبدل وياكم شنو وياكم شنو اهل السحك هذا. هاي من الصيام، وهذا ازعاجه بصفحة، وهذا البلبل ينقش هنا، شو يسوي ما اعرف. اكيد ياخذ خيوط اللي يبنون عشوش. هسه فنبتدي الحلقه وياكم ان شاء الله بالصلاه على محمد وعلى محمد. وهاي شلون شغله، اريد ازرع لنا النباتات الجديده، نبتين ازرعهم اليوم هنا، واكل ومي وشغلات وهذا. شوف شو يطلع، بدينا نصور لكم. وشفت اسئله هواي على النباتات والطيور، يعني يقول شنو هاي، شو نخلي نبات ياكل الطيور. اخوان نوع الطير، يعني نوع الطير هسه معاكي في المناقير، ما ترهم هنا هذول، ليش عازلهم انا هنا؟ لان هي مكانهم الحقيقي هنا، المفروض هنا، لان ذولا اذيه، اذيه على الطيور، على هذا، على هذا، على البنجز، على الكناري، وعلى النباتات والعشوش، يعني هاي كلها الدمار هذا. فالمفترض ينعزلون في خانة كبيرة، مو خانة صغيرة قفص، لا خانة كبيرة حتى يكون مكان متنفس لهم، يعني يطيرون بيه يتحركون بيه. اما تريد تخليها بدون نباتات بعد، هذا خيار لك، بس يعني جمالية المحميات بالنباتات ترى، مو بغيت شيء. انا عندي النبات اهم من الطير صراحة، لان يعني الطير متوفر بشو وقت ما تقدر تجيبه تجيبه، والنبات بين ما يكبر بين ما يعلى بين ما يثبت ممكن يموت. فالنصيحة للي بعده ما مقبل على انشاء محمية وعنده رغبة، خليه يزرع بالبداية، ازرع ورتبها وخلي الاجزاء تكبر، وبعدها تقدر تفتح الطيور. شنو انواع الطيور؟ العدلة المنقار، لا تخلي معاكي في مناقير. شنو معاكي في المناقير؟ طير الحوب، الغندورة، الكوكتيل، الروزيلا، يعني هاي صنف الببغاوات، لا تخليهم ذول، اعزلهم، سوي لهم قواطع. بس انا هذا سنجاب فوق، يعني سنجاب هذا يقص الاغصان، هي شغلته خشب، هذا عازلة وما بي اذية. دجاج هم عازلهم جوا وما بيهم اذية. هذا هذا العينتين شوفوا، هذا هذا خو صقر بعد. زين هذا خو صقر، يعني مستحيل ترهم الشغله. اكو شغلات ممكن، هذا طير الحوب يعني طير زينه، وهذا هو يطير بين الطيور وعادي، يعني شيء مألوف يعني. بس هذا لا، هذا من الاشياء الغير مألوفه. زين فكان مكان عجل وحده، وشغلته هذا استثنائيه، يعني مو دائم. يردون الاخوة ما نشيل هاي، نقلم الاغصان، نقلم من فوق نقلم، بس منا لا، منا من الداخل لا، انا اريد هيج. سمع صوت صوت افراخ الجاوة، صياح صياح، هذا منا يصيح وهذا منا يصيح، مشكلة. هذا يمكن بناته ماتن، ما شايف الاشبالتهم، شو مالهن حس. هاي النبتة الأولى خلصنا من هاي هاي وردة الجمال. هنا أنا ليش؟ هنا لأن هاي الجهنمية، راح أقص هذا من فوق كله، ولو هي هسه كلش حلوة من الشارع، ويعني مكانها حلو، بس أريد الشمس تدخل قدر المستطاع. الشمس ماكو، ما جاي تدخل بهاي الصبح. ليش؟ بسبب هاي الجهنمية عابرة من المشبت ومظللة شوية. هذا هم راح نقص منه بس من فوق، حتى لان هاي تريد شمس.
وان شاء الله هو صيف جاينا بعد، وبدت الشمس اكو ارجاء من المحميه ما تدخلها، يعني مناطق ما تدخلها شمس، وهاي الايام تفاجات بدت تدخلها الشمس فراح تبين هواي اشياء من المحميه. هذا العنقود النازل هسه، هذا نازل مال هذا، ما عجه واصبعه كلش، هذا نازل نازل، هذا مال هذا النسرين المتسلق، والورد مالته فوق صاير فوق السقف، ضاع ذاك هو هذا عنقود كامل مال الورد هذا، ومنه كم اكو، تخيل هذا لو ينزل منه يتدلّى منه وينزل لجوا، يعني من السقف، من هاي السقف ينزل لي جوا ويقوم يزهر، يصير يعني بشيء مخيف. وهذا ثابرنا ثبيرة، هذا سمعوا صوته بقى، سكت هسه انزل بالطاقة، شوفوا سمعوا الصوت، يعني هذا مشكلة هذا. زين هسه الاخوة، بعض الاخوة انزعجوا من صوته، زين انا شلون؟ انا قلت ما ادخل المحمية من وراه، ولا اقدر هسه يجي واحد يقول لي طيره، وما يطير بعد اخواني، يقمج من هذا هناك، وخطيه هذا بس يعني، بس اقدر ما انطيه جماعه ويربونه، بس اعرف انا ما راح ياذونه يعني صراحه، لان هذا بعد صغير ويلعبون عليه الجهاد يقومون، فخليته هنا امن شيء. هي هذا ان شاء الله ايام بس يبدي يشيل حيله نبدي نطلقه بمكان الاساس بقى، هاي المخالب. فهاي شو سوى؟ هذا ابتلاء نزل عليه هسه، هواي اخوه قالوا يا بخليه هذا ربي يصير اليف، والله انا هم بجت ببالي هيك خطوه، هذا ايش جاي تلف ايش ما شاء الله. وانا نزل الحمد لله، باع شوف هو كان هنا بس ينزل يشرب مي، باعه هذا بالمي يستاهل هو، بس بغير شغلات لا، بالاكل يعني الا انا واكله، بس باع عشان يشرب مي ما شاء الله، يعني هو بوحده يشرب مي. انا مخلي له خبز، انا من ساعة نقعت الخبز وباقي. با شلون يشرب باقي. والله لو ما صوته يعني خليته، بس صوته هذول جاي يلفون عش هنا، او مو يلفون عش، بدت النفية تدخل بالبقالة، هاي النفية بقى، هاي النفية، هذول مستوى حلو يعني، هم تراكيب ذولا، بس بدت النفية الحمد لله تدخل هنا، حتى هي يمكن محملة بيض، بداية تحميل بيض هيك، لان شوي بطنها نازلة. هذا ما يرهم ويا هذا، هذا ما يرهم ويا هذا، اخوان طيور الحب يسلون عليهم، ترى ما يرهمون والله، يعني اذيتهم اكثر من نفحهم والله العظيم، هنا بالمحميه ما يرهمون، الا محميه تسويها هامه بدون لا اشجار لا هذا ممكن تخليهم يعني، بس هذا راح يدخل لك على الاعشاش، هذا راح يدخل على الاعشاش، يخرب الاعشاش، يقتل الافراخ، يشلع هاي الاشجار كلها يشلعها. زين انت ليش مخليه؟ انا مخلي اثنين بس، هسه ذولا فرخوا، ومكانهم موجود، عزلهم موجود يعني،
مو عندي وجبة كاملة ومكانها مو دائمي طبعا هنا. ما شاء الله هاي بيتك هذا كل ما اعدله يلقاه معوج. ليش ما اعرف شنو السبب ينعوج ما ادري. اسوي مكانه من خطا يعني. مكانه حتى لفوا بيه وعافوه يعني. ما بقوا. لا حول الله. واه واه واه. نزلت. هسه هذا هنا مكانه جيد. هذا هم اريده فتحه. هذا همين مكانه مو مناسب وهذا مو مناسب وهاي هم مو مناسبة. ممكن اعلقهم ونائي. شتو طلع هذا من العش. هذا الملكي شتو طلع من العش. هذا صغير هو مو. هاي لافة هنا ما شاء الله ما شاء الله. شوفوا هاي السلات كلها نجحت يعني. الاول الاول بيضه وفرخه وهذا الاول وهذا الثاني. هذا الثاني ذاك الاول. للي يتابعونا دائما يعرفون الجاي نحكي. وهذا الثاني وهذا الثالث. هسه الحمد لله لفت بي هاي نايمه الملكيه بي. مو بس الملكي هوايه يعني طيور تلف بي حتى البنجز والابل ممكن. بس الولاول ما ادري وين نعيشهم هسه جديد. لان اشوفهم ياخذون خيوط وهذا. بس وين مكانهم الجديد ما ادري. بقى هذا هذا العسلي هذا بقى. هذا طلع له من العاديات. بس هو مو عادي عادي اكيد بيهم رس يعني. رس خبوط وهذا فطلع على اجداده. هذا من المخاليف ما شاء الله صارت كبار والله. يعني هذا بعد ليومين ثلاثة يقوم ما ينعرف من الأماية. يلا راح أخلي هاي الوجبة راح أخليها يعني بالمحمية ما أطلع. واحد ثاني هنا باعه صار كبير كلش. هاي القاع اللي لاين باعه. هسه هاي هنا نبات راح ازرع هذا بعده بالسندانه. طبعا نصيحه هي ما يقول لكم بيها يعني او الاغلب يوقع بيها خاصه اللي يجيب نبات جديد يعني. هسه يجيب النبات بسندانه يجيبه من المشتل قبل يزرع. لا خطا اكبر خطا هيجي. فنصيحه للاخوه اللي يحبون النباتات ويجيبون نباتات من المشتل ثاني يوم تموت او بعد ايام تموت ويروح يتحصر يعاني على المشتل ما تموت نباتاتهم ويجيبها بالبيت تموت. هو انا اول ما تجيب النبته خليها بمن مكانها. هسه انا راح ازرعها هنا مثلا اخليها بهذا المكان وما انقلها قبل بالتربه. لا خليها يعني يومين ثلاثة ايام خمسة ايام اقصى حد وبعدها ابدي انقلها مو قبل ازرعها. خطا حتى تتاقلم ويا الجو وبعدها انقلها بالتربه. هسه انا عندي هاي التيكوما بيها ورد كلش حلو وهاي المنطقة بالصيف توصلها شمس يعني. هاي الاجافة هاي الكاريزية هاي النعناع شوفوا بعدنا ما ناقله. هذا العش ليش ما يلفون بيه ما ادري. باعوا ولا هو مكانه يمكن المكان مالته مو مناسب. فانا شو اسوي راح اخليهم فوق ذولي هناك هناك بالحافات يعني. والله مزعج هذا نعلى على يومه. هسه مكانه شعوج وبعدها شوفوها نايمة وحتى مكانها خطر يعني ممكن يوقع. هذا ليش ما لافينا بسين ما لافينا باعوا بس محشور بين الأغصان ولفت فيه.
يومية يبني له شوية، يومية يبني له شوية بقى عشان صاير بقى. يا علي الإضاءة من الشمس ما تجي واضحة بقى عشان هذا عش النابليون يبني من فوق وخلى الفتحة من جوا، شنو القصد ما اعرف. خلي اشوفكم بيض، هاي شوف بيض افراخ ما ادري والله، خلي اشوف. خلي اوقف اشوف شنو الوضع. بس بيض بعدها، هذا العش هنا ما تجاوى، هذا عش تجاوى كله كبير وهم حبوه طبعا تبتوا بيه. والله وعاشت اليوم خوش لافين حتى من فوق لافين لك يا لف. واي اخوة يسألوني عن سماد، هسه شفت هذا وتذكرت السؤال. يسألوني يقولون شنو نوع الاسمدة اللي تستخدمها بالتربة. طبعا هذا باعه، هسه هذا شنو، هسه هذا باعه هاي حتى العلامة التجارية بعد. شفتوا شنو هذا الاسود، هذا المتيبس كلش. هسه هاي كشور مال موز، فأنا بين فترة وفترة تجمعهم وذبهم بالحديقة، هم راح يتحللون يعني يتبس يتي بهالشكل هذا ونبدي ندفنه. ثانيا هذا الورق، شوفوا هذا ورق من الجار، بين فترة وفترة بس تخليه يتيبس ونرجع من دفنه. بالإضافة إلى براسهم، هنا براسهم يوقع هنا مجرد نقلب التربة يصير سماد، ونسمد بالأسمدة العضوية فقط اللي طبيعية تكون. الأسمدة اللي ما بيها يعني أشياء كيميائية لا، بس فقط أشياء طبيعية مثل مخلفات الطيور، الدواجن، الأغنام، هاي الشغلات يعني.